أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. وخلال كلمته في احتفالية الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا. نحتفل اليوم. الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة. ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة، ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952. ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاماً تحول لطاقة تحدٍ تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات ابناء الشرطه في الاسماعيليه محركا لدوافع الكرامه الوطنيه فان تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحه والشرطه ومن جميع ابناء الشعب المصري في مواجهه الارهاب خلال الاعوام الاخيره تاخذ مكانها المستحق على حائط الشرف شرف الوطن وبطولاته فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل